احنا عايزين نقول يعني 5 ايام عدوا من رمضان، عدوا بسرعه كده سريعا جدا. ربنا يعني يخلي كل الناس سعيده ومبسوطه ومستريحه ان شاء الله، ويبلغنا العيد كده في حاله من الاطمئنان والفرحه. احنا بنشوف اليومين دول كده المسلسلات الوطنيه والحاله اللي عاملاها اللي موجوده في رمضان السنه دي، وكمان نقدر نقول السنين اللي فاتت. حاسين كده ان احنا رجعنا مثلا لمرحله الثمانينات لما كانت مصر كلها والدول العربيه بتقعد بتستنى كل مشهد وكل حوار وكل جمله بتتقال في مسلسلات زي مثلا رأفت الهجان اللي كلنا اتربينا عليه. التتر نفسه تلاقيه عايش كده لغايه دلوقتي في وجدان المصريين. الحاله دي انا حاسه انها بقت موجوده يا احمد، وان احنا فعلا بقينا شايفينها بين الناس وموجوده في البيوت المصريه عادي خالص زي زمان. تلاقي كل كده حريص انه يتابع المسلسلات الوطنيه اللي بقت جزء اساسي من الدراما الرمضانيه كل سنه. ده حقيقه منا. يمكن انت اتكلمتي على الثمانينات ومسلسل رأفت الهجان وغيرها من الاعمال الدراميه، لكن النهارده اصبح عندنا اعمال بتشكل وعي جيل بحاله، جيل يمكن ما عاش كل التفاصيل الخاصه بالفتره دي، لكن أصبح عندنا عمل درامي متكامل بيحترم عقل المشاهد اللي بيتفرج عليها، وفي نفس الوقت الحالة دي بتعكس إن صناع الأعمال الدرامية الرمضانية الوطنية قدروا إن هم يرجعوا مرة تانية الريادة والجماهيرية لنوع جديد من المسلسلات اللي كنا افتقدناها لسنين كتيرة، وهي المسلسلات الوطنية، المسلسلات اللي اختفت زي ما قلت لكم لسنين كتير جدا من على الخريطة الدرامية، والنهاردة قدرت إن هي يعني تكون عامل أساسي ومهم جدا في تشكيل وعي قطاع كبير جدا من المشاهدين، خاصة الأجيال الجديدة، لأن هي بتوثق مرحلة مهمة. المرحلة دي فيها أحداث، فيها تفاصيل يمكن إحنا بنعرفها كمان كلنا لأول مرة، لكن ده بيظل رهان على إن المعركة الحالية هي معركة تشكيل الوعي، معركة الوعي الحقيقي اللي لازم نرسخه بكل صوره الصحيحة لدى المواطن. الدراما اللي بتبرز الأعمال الوطنية، لو في حاجة اسمها مصطلح الدراما الوطنية، مش عارفة في مصطلح أصلا اسمه كده ولا لأ، بس لو فكرنا كده هنلاقي إن احنا لما نقدم دراما بتقدم عمل فني مهم، وفي نفس الوقت بتكون بتوثق لتاريخ الأبطال والأحداث والمواقف، كمان ممكن تكون بتشكل وعي الناس. ممكن كده لو بصينا بعد 40 ولا 50 سنة نشوف مسلسل الاختيار ده مثلا زي كتاب تاريخ، ممكن يكون متاح بسهولة قدام الأجيال الجديدة علشان تعرف بالظبط إيه اللي حصل في الفترة دي، إيه اللي اتقال، إيه اللي الناس عاشته، ويبقوا عارفينه وحاسينه وشايفينه. أعتقد ده هيفرق قوي. شفنا ده زي ما أنت قلتي، عايشينه وعارفينه وحاسينه. شفنا ده منا أعتقد يمكن السنة اللي فاتت في هجمة مرتدة والاختيار الجزء الثاني. النهاردة عندنا مسلسل في غاية الأهمية غير الاختيار الجزء الثالث، لأن ده خلاص بقى بره التصنيف، محدش يقدر يتكلم عليه من كتر ما هو يعني إحنا كمان كجيل يعني حالي عشنا تفاصيل كتيره من الاحداث اللي موجوده. فانت قلتي حاجه مهمه قوي، ان هم النهارده صناع العمل الدرامي بيسردوا تفاصيل يعني بتحترم عقل المشاهد فعلا، وبتثبت للمشاهد ان احنا بنقول كل حاجه، ما عندناش حاجه نخاف منها، كل حاجه حصلت احنا بنسردها بندونها في عمل درامي متكامل. لكن يمكن من المسلسلات الجديده اللي موجوده كمان مش بقى هجمه مرتده والاختيار، عندنا كمان العائدون، لكن انا عاوز اقول ان العامل الاساسي في التفاف الناس حوالين الاعمال الوطنيه دي هو ان في مساحه كبيره من الحريه، مساحه في مناقشه القضايا المطروحة، مفيش سكوت عن أي حاجة، كل القضايا، كل المواقف، كل الأحداث موجودة بشكل زي ما قلت لمنة بيحترم وعي المشاهد، علشان الجمهور مدرك تماما يعني قيمة وأهمية النوعية دي من الدراما اللي يمكن بتبرز جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة الوطنية، لأن احنا عارفين مفيش حد يعني يخف عليه أن الحرب الحالية هي حرب الشائعات، حروب الجيل مش هقول الرابع بس لأن في الجيل الخامس كمان اللي بيشككك في المعلومة، عشان كده أنت لازم تطرحي كل المعلومات بمنتهى الشفافية والمصداقية. أكيد يا أحمد، يعني نقدر نقول أن القضية الأساسية اللي ممكن المسلسلات الوطنية قايمة عليها هي قضية الوعي. المشاهد بطبيعته ضد أن هو يتلقن، ضد أن حد يقول له يلا أنا هقول لك، يلا أنا هوعظك، يلا أنا هرشدك،
محدش بيبقى قابل الكلام ده، لكن لما تتقدم القضية الوطنية بالشكل الدرامي اللي حصل فيها وفيها جانب توثيقي، وده مهم جدا عشان دايما نأكد على المجهود اللي حصل ودايما نبقى عارفين اللي حصل، أكيد النتيجة اللي بنشوفها هتكون دلوقتي هي الموجودة، والنجاح الكبير اللي بتحققه المسلسلات دي، خصوصا طبعا مسلسل الاختيار اللي بيتعرض منه دلوقتي الجزء الثالث، واللي بتدور أحداثه عن البطولات الوطنية اللي قدمها رجال الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته. ده حقيقة منا، لكن مفيش شك ان احنا السنة دي عندنا وجبة درامية وطنية مهمة جدا، ومن اول نزول البرومو الخاص بكل الاعمال الدرامية الوطنية هتلاقي فيه متابعة للاحداث اول باول، فيه متابعة للحلقات الاولى، فيه فيدباك او ردود فعل يعني غاية في الاهمية للمشاهدين، بتقول ان انت مش مجرد وصلت لشريحة معينة من العمر عند المشاهد، لا قدرت ان انت كمان توصل لاجيال صغيرة في السن، انت بترسخ مبادئ الوطنية عند كل الاجيال اللي موجودة في المجتمع المصري، علشان كده انت بتقول رسالة ان كمان يعني حافظوا على البلد دي، البلد دي مرت بتهديدات كتيرة جدا، مرت بتهديدات وتحديات كتيرة، لكن كان دايما الرهان الخاص بوعي المواطن المصري هو الرهان الناجح. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.